أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع صك الأضحية للعام الثاني على التوالي بعدما نجحت في الموسم الماضي في توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرة مستحقة طبقا لقواعد البيانات التي يتم مراجعتها بشكل مستمر من قبل المكاتب الميدانية للمؤسسة بمختلف محافظات الجمهورية. وتضمن مؤسسة حياة كريمة توفير أفضل أنواع اللحوم البلدية من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة وإشراف بيطري وفني كامل على كل مراحل التربية والتغذية السليمة لضمان لحوم بجودة عالية. وأعلنت مؤسسة حياة كريمة أن سعر صك الأضحية يصل إلى 9600 جنيه مع إمكانية التقسيط على 10 أشهر، ويعد سعر الصك هو الأرخص في مصر بالإضافة إلى أن اللحوم تعد الأعلى في الجودة. كما أعلنت مؤسسة حياة كريمة أن سعر سهم الصدقات يصل إلى 500 جنيه، وهو يكفي لأسرة واحدة، وذلك للوصول إلى عدد أكبر من الأسر الأكثر احتياجا في مختلف مراكز وقرى الجمهورية.